السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم عندنا طريقة ربط تحويلة الباب، كيفية عملها. طبعا هاي متكونة من قطعتين اللي هي القفل الكبير والقفل الصغير. هسه مثل ما تشوفون مجرد هي حركة صغيرة قررت ان الباب انفتحت. هذني القفلين، هذا من قاعدة المسنن بهالطريقة. نشوف هذا السن الأخير وصل للنهاية، معناتها العملية صحيحة. نرجع نقفل بهذا حتى ما يتحرك. صارت عندنا قارة الباب مقفولة للتأكيد مرة ثانية. مجرد سحبة صغيرة راح يقرأ ان الباب انفتحت. نرجع نقفلها، نتأكد انه القفل السن الاخير واصل للنهاية.